هل يمكن شرح لنا هذه التسهيلات التركية المقدمة للمستثمر الخليجي والأجنبي والكويت للكويت أيضا خاصة؟ نعم، بالنسبة حق المشاريع الصناعية أعطوني على طول، قالوا راح يوفرون لي أرض وتسهيلات، ويعني بالنسبة حق الرخص المطلوبة يعني عشان للتسريع المهمة. يعني حضر، يعني أنا طلبت الاختراع اللي عملناه إحنا يوم بعد ما شرحته للحكومة التركية لتسريع الصناعة فيه، أعطوني أرض جاهزة ومبنية ورخصة جاهزة. نعم، يعني لهالدرجة وصلت معنا، وأنا يعني في هني بالخليج شوية حصلت صعوبات كثيرة للعمل. خطوات الإنتاج ماذا عنها؟ هل هي سهلة أيضا أم هناك تسيير لهذه الخطوات في تركيا؟ لا، خطوات الإنتاج ممتازة. يعني مثلا أنا إذا كان الصناعة للمباني ولا للمواد البنائية راح تكون سهلة بالعبور عن طريق العراق. يعني ما في أسهل منها إذا كانت في أراضي كانت متوفرة في منطقة سيرت عندكم في تركيا. نعم، أعتقد أن فيها أماكن فرص كثيرة، يعني لواحد يبي يعمل مصنع هناك ويكون قريب من الخليج.